مرحبا مستمعينا ومستمعاتنا، شكرا الناس اللي تحب الاستماع لإذاعة الوطن يوسف عمان صباح بلادي، برنامجكم اليومي من قتلوا لي مراتي ولادي. غير شوي عليك تدم شنو سميتك بعدا؟ عبد الله. عبد الله ياك لاباس؟ لا بخير الحمد لله. دخلتي في شي حد واقيلا؟ ولكن ما وقع والو. بخير صباح الخير. عبد الله ياك ما نعاونك؟ لا لا ما صافي، دابا تقريبا ساليت. شكرا. Thank you.
شنو وقع؟ ما وقع والو. كيفاش ما وقع والو؟ الطوبيلة كلها مبغجة من القدام ما وقع والو. لا هذاك واحد السيد فرانا قدامي على غفلة ودخلت فيه. وانت فين كان عقلك؟ عيطتي بدل لاسيغونس؟ كل شيء هو هذاك بلا ما تشغلي بالك. لا كل شيء هو هذاك، كل مرة دير لي مصيبة. الله يا ربي على راجل سلطت عليا. بلاتي ما نسيتي والو؟ لا ما نسيت والو. راه والله وتنسى شي حاجة تترجع تجيبها. يلا زيد تحرك. وجه صافي راه ستوب هذا اللي غفلني وقف قدامي. راك انت اللي منونخ. سوق مزيان صدق ضرب شي واحد عاوتاني. بابا جبت شي ورقه طوموبيل ما نسيتهم كيف العاده. سوره حط الموبيل في الفيستا ديال البارح. رجع رجع زيد صافي انا غادي نضرب طوره من لهنا. يلا سير سير تنجم البيكنيك ونعيط لك. بيزو. سبحان الله بغيت غير شي نهار ما تعصبنيش اخي. تاتي اللي كيوقع راه عادي. شنو اللي عادي؟ شنو اللي عادي؟ فين عمرك درتي شي حاجه من راسك؟ ديما خصك لي نغزك. هادي لي صمتة. خليتي لنا شي عقل باش نديرو شي صمتة. ديماري ديماري هذا الخاوي. Oh, 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 oh
عجبتنيش هاد البلاصه. علاش؟ قريبه للطريق وباغا نبعد على البشر. نمحي من بالي في مره ما يبقاش محبوبي. وبش حل شي استوار مكتوب بلا عنوان، بابور ضايع في بحور يتسنى البريبان. والراح اللي نبغيه وشنو يصنع ليا، اللي بغي نحب نوصيه يأمن الدنيا. وانا اللي قلت حبيبي عمر ما محتاجني في والو دابا. علاش؟ غادي نصيب رويدة السكور. ضروري نخاف لي نحتاجها، ما تعرف شنو غادي يوقع. الله يستر. ايوا سير وجد غير باش تشعل الفاخر. واخا اجي. ياك نسيتيه. شنو هو الفاخر؟ ها هو كاين. ايوا الحمد لله درتي شي حاجه مزيانه هاد النهار. سير وما تعطلش، بنون خيط. سيغ وجبتي قرعه الماء. مشى يصوب الرويضه ديال الطوموبيل. ويلا ما تبعدوش. أخ شو دي بسالاتي؟ باقي ما جاش بابا؟ دابا يبان. لا ما تلفش على الطريق دابا يجي. تمارا تبعني حتى في البيكنيك. اودي اودي الراجل اللي معول عليه غبر. شنو هنا وجه الخروج؟ شدينا لشي بيكنيك كاع. ياك ما نعاونك ماما. جلس الأرض. صوري الفيديو وملي رجعو الدار روحي في الحبار ديالك. ودوصل يديكم.
عادل نسرين يلا باش مشيو. يلا بس حوالشك وش لا يزل شي كامل. كل واحد غادي يزل يقدر عليه واللي بقى تيجي باباك ويكمله. تنسى مو بيكنيك ما والو هذا. هزو سكوت. هز ليزيكوتور ديالك. ماشي من هنا دزنا قبيلة. اش كتعرف نسايا؟ زيد تحرك. زيد. يمكن غلطنا في الطريق. يجيش هالي قبيلة. سكت انت باركة من نقير. ماما. يلا يلا مشي من هنا. متأكدة؟ يلا وبلا هضرة تبعوني. يلا شي راه سقيك. غير صبر ما بقى لينا والو. يلا باش نمشيو. شفتي شي واحد؟ فين؟ متأكدو؟ وكلها تخيل ليك. انت شفتي شي واحد؟ لا. علاش كتبكي؟ بغات تمشي للدار؟ بارك عليا من البكا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ياك ما تالفين. لا ما تالفينش، غير كنتسنى راجلي يجي ونمشيو. راجلك فين هاد راجلك مخليكم في هاد الغابة هادي ولد؟ يا ها هو جاي دابا. وانا بغيت نوريكم الطريق يلا معايا. لا لا سيدي شكرا. مابقاش عندك شي شريفة شحال حتى الشريفة والمرقة ديالي والدوار بعيد. الله يرحم بها الوالدي. الوالدين
كيفاش؟ وليدي يحرف شي مثل ما الموت الله يرحم بها الوالدين. وإلا بغيتي تخرجوا من الغابة على الطريق قلونيش أنت تخرجوا الشاطئ عندك الغابة راه خايب. ما تخدش فيه خفت منه. كي وقفتي ما بانت لك شي طريق نكملو ما يمكنش يكذب علينا السراح. هيا يلا نمشيو. التليفون ما نضيعوش لا شارج نقدروا نحتاجوه. كون ماشي باباك ما نوصلوش لهاد الحاله. باباك هو اللي مشى وخلانا في هاد الخلا. قلت انت قجرتي عليه بالسيف ما يهرب ياك السي عادل. دابا انا هي السبب. تبارك الله عليك. ماما انا السبب. باباك مكلخ فاشل. كون ماشي انا ما يوصلش لهذا الشيء اللي هو فيه دابا. باباك انا اللي درت ليه الشان وسط العائله. انا اللي ربيته راجل. انا اللي علمته يلبس وعلمته ياكل وعلمته يهضر. باباك انا اللي زيرته حتى شرى الدار. كون ماشي انا كون راكم باقيين ساكنين في الديور ديال الكرا وكتنعسوا في الصالون بحال ولاد عمكم. ولكن سري حيت انا اللي بغيتكم تعيشوا احسن عيشه وبغيت حتى شي حاجه ما تخصكم. فين غادي؟ طواليت. ديرها غير هنايا. لا سير مرتك شجر وما تبعدش. شعل الضو. عادل
عادل عادل بلا بسالة. عادل 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 ما أوما ما عرفتش. عادل عادل أما عادل 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 ملي رجعت فين خليته ما لقيتهمش، لقيت ما بقلب عليهم. في الاخر لقيت ولدي معلق في شجرة. ماما شوفي خاني بكري ماما دغيا باش نوضو نمشيو. بابا يلا ولدي عادي تعاوني خلي الولد يكمل فطور وعاد جلس. فطرت سالي يا قريب يلا اطلع بسم الله. اوراق الطوموبيل نسيت ورقة الطوموبيل عاوتاني
تخافوش هادي غير كروفيزون تخيل بدل الرويضة. نعاونك بابا. واخا ولدي. بلاش غادي يوسخ يديه. ما عمرنا خرجنا نهار نخرجو كواليت العالم توقع لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفاش نعاونكم اسيدي؟ لا خويا الله ساليت. الله يعاونكم. لا عم. يلا يلا ولدي يلا اطلع يلا مشي. عادل نسرين عجبتنيش هاد البلاصة. علاش؟ قريبة للطريق وباغا نبعد على البشر. علاش البابا غداه حتى يجي بعدا؟ دابا يجي شنو بغى يوقع ليه كاع؟ نوضو تلعبو. عجبك هادشي اللي واقع؟ ماما وبابا خليه ولي صابر على هادشي. وشكون اللي جمع هادشي كله؟ كل واحد فينا غادي يهز حاجة واللي بقى حتى يجي باباك ويكملو. هاك انت اما بيكنيك ما والو هادي هزو سكوت. نمشيو من هنايا. لا ماشي من هنا جينا غاتوض رينا. زيدو سكوت. يلا تحرك.
السلام عليكم. وعليكم السلام. ياك ما تعرفين؟ لا ما تعرفينش. ولا بغيت نجمتو معايا نوريكم الطريق. لا سيدي ما تعرفينش، غير كنتسنى راجلي يجي. راجلك؟ ومن هذا الراجل مشاو خلاكم في الدار؟ هو جاي دابا. راه قرب يظلم الحال. وما خايبة بالليل، خاصكم تخرجوا منا. واش شريف يا بلقى، واش عندك شي شريفة؟ واش حاب تتقاضى ليا الماء والدوار بعيد؟ الله يرحمها الوالد. يا دي لالا ودي حوج من هذا مولي فن. الله يرحم بها الوالدي. ولا بغيت تخرجوا راه الطريق سيروا نيشان تدلوا الشنطه. والله يعاونك. ما ثقتش فيه، خفت منه. تبع تقلق من قليلة. ماما انا السبب حتى انتيا باباك فاشل مكلخ، انا اللي رديت راجلي بلا بيا ما كيسوى حتى شي حاجه، انا اللي عاونتو حتى شرى الدار وحتى شرى الطوموبيل وعاونتو في خدمته وعلمتو كيفاش يلبس وكيفاش يهضر وكيفاش ياكل. هو كوجع الفقر كيشوف حدا نيفو، ولكن سري حيت انا اللي بغيتكم تعيشوا حياة زوينة وبغيت حتى شي حاجة تخصكم. ماما انا شوفني
نسرين؟ 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 بارزيان باش غادي نفطروا نجيب الخبز اللي غادي نديو معنا البيكنيك. مالاش فعادي سير 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 بدل عليا الحالة سير قتلني هاد الراجل ما بغاش يتبدل واش انت بعدا عارف فين غادي ولا غير مدرم هاد المره غادي نديكم لواحد البلاصه ما شفتوها حنا نشوفو بلا ما تكزينين شعليكم الموسيقى لا لا بلاش بلاش موقع لك
والو صافا شنو وقع؟ رويدة اللي جيتك وقيلة تفرقعت وجه النحس. شو من هنا متأكدة؟ انت زيد وسكت. يلا تحرك. سري سري حيت انا اللي بغيتكم تعيشوا عيشه مزيانه وحتى شي حاجه ما تخصكم. ماما 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 لا صافي
ريتا؟ ريتا؟ عادل؟ ريتا؟ ريتا؟ فين جيتي؟ شنو وقع؟ شنو وقع؟ كتسولني انا شنو وقع؟ يلا نمشيو من هنا نقولها للبوليس. يلا بعد مني، بعد مني، انت السبب في هادشي كامل. كيفاش انا هو السبب؟ واش كاين شي راجل كيمشي وكيخلي مراته وولاده في هاد الخلا؟ انا هو السبب، عندك الحق، حيت النهار الاول اللي تزوجت بك خليتك كديري داكشي اللي بغيتي. بو اشنو كيحسب لك راسك؟ ما غاديش نعرف. ها كيفاش دوزت حياتي معاك؟ ها دوزتها كلها دل وقهره. شمن دل وشمن قهره؟ راك انت اللي ماشي راجل. عندك الحق، انا ماشي راجل، داكشي علاش مشيتي قلبتي على راجل واحد اخر. انت دابا انت تفضحتي، شتي حالتك، لا انت لا ولادك. شوفي دابا كيفاش دايره. ونزيدك، كنت حاضر، شفت داكشي كامل اللي وقع عليكم. كاين لاس اجلي حتى نجي للدار ونختم. دابا عندي باسيون، ماشي ضروري، ماشي ضروري نجاوب دابا، حتى نجي للدار ونجلسو ونشربو قهوة ونهضرو في خاطرنا. نقطع الأرض ديالك باردون سي عبد الله، راك عارف لي مخولين ديال العيالات. ماشي مشكل سي عبد الله، لي زاناليز هما قدامي. المشكل اللي عندك ماشي فيزيك، المشكل اللي عندك بسيشيك. ما فهمتش. خصك تسافر ترتاح، تهدر لك ستريس، تاخذ كونجي وتخرج، تخرج غير انت والمراه بوحدكم، حيت راه ماشي ضروري يكون عندك الاولاد باش تقدر تعيش حياه مزيانه. كيفاش ما يكونوش عندي الاولاد؟ سي عبد الله شحال عندك من عام؟ 49 عام. نعم. شحال هادي باش مزوج؟ 20 عام. اه سي نورمال تكون باغي الولاد، سي نورمال، ولكن كتاب الله هذا، انت ما تقدرش تولد. اسمح لي، اسمح لي دكتور. كيفاش دكتور قلتي لي دابا؟ شويه سي عبد الله، انت عندك عقم قديم وغيبقى ديما، ومالوغوزمون ما عندوش دواء. Thank you.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux quelque chose? Juste. Un paquet de cigarettes avec. D'accord. Merci. Bonsoir. تقول مدام مفاهمين وكذبوا وعدياتكم شنو بغيت دير عبد الله؟ تسربش هاك غادي تندم شنو تسمح ليها تلقى هوي المدينة هوي انت البلاد كاع ونسى شرينا ديال الزواج هذه في الخر هل أنا وليت تمدومة أنت واحد ما عارف إيش حياتك راه أنا عارف أنا عارف شتي هاد الحالة هذه هذا برا موقع والو بلا غوات مسكران من الفوق Yeah.
ما بغيت نعرف حاجه وحده. كامل شكون هو تخينا؟ عرفت لاش كتقول كيفاش هادشي؟ المدير ديالك عزيز تي نهار وما طارو كتقولي لي شوف عزيز شنو كيلبس وليتي كتلبسيني فحالو. شوف عزيز شنو شرا لمراتو، شوف عزيز من كيسافر، شوف عزيز شنو كياكل، شوف عزيز كيتريني. لا انت بصح مقيتي مقيتي عزيز. انا عطيك ملي كان كيعجبك هذا عزيز بخمسون ديالك علاش ما تزوجتيش بيه؟ ها؟ علاش ما تزوجتيش بيه وهنيتيني؟ شكرا لنا ستحق الاستماع. ومن بعد قيس مرتي وبنتي مقتولات انا ملكي بقدي نخرج دابا. انا غادي نتصل بسيد وكيل جلاله الملك. اسمي عظم الله أجركم. الله يرحم من مات. ما مشى معك بس ساب الله ساب الله. اسمح لي أنا ماشي هو هذاك. اسمحوا لي احنا مقدرين الموقف ديالك وعارفين الحالة اللي انت فيها. ضبط مردين ما كانش معنا البارح. إلا ممكن تعاود لنا اش موقع بغي اسمع منك ديريكت. ما
الله. عبد الله صباح الخير. صباح النور الحبيبة ديالي. الله لاستي مزيان؟ الحمد لله. انتيا احسن فيق. قولي لي شنو بغيتي تلبس اليوم؟ شنو نلبس؟ هانت الحبيبة ديالي لي باكيت سخان وتي باو شنو كيعجبك. ميرسي بوكو اللي خطيك عليا. الله يخليك ليا الحبيبة ديالي. شيري فيق معك عادل على راسو عيني. وي بشوية اللي عندك تخلعو. لا ما خلعوش نسري فيق فايق. ما ترى لكم والو صافي في البابا شوي خفتيش شوي عليك الحمد لله. ريتا ريتا عادين عادين ريتا ريتا عادين ريتا عادين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا.
وضربته بحجر الراس. ما كانش كيحسب لي هادشي غادي يوقع ليا شي نهار. ما كانش كيحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع لي شي حاجة ماشي هي هاديك. بحالاش؟ هذاك اللي قتلو عرفتو شكون هو؟ سعيد البرومي 36 سنة، عنده سوابق في السرقة وفي تجارة المخدرات. إيوا شكون كيدير بوحدو تما في الغابة؟ ما كنظنش بأنه كان بوحدو. عبد الله شاف واحد بوحدو جالس كيشرب حدا مراتو، جا من وراه وضربو. شفتاش واقع الخوك؟ راه العذاب كنعيشو. ولي عندك من هاد العذاب. كيفاش؟ ربعين ألف درهم وانا عندك منه. شنو غادي دير لهم؟ قلتي مابقوش كيهموك. انا قلت صافي خليني ندير فيهم اللي بغيت. بلحق الفلوس اسباس، ما عنديش مع الشنكات. غادي نعطيك انا 10,000 درهم في راسك كل شهر باش تشري واحد ما يدي ما يجيب. لهاد القبال غادي تعطيني 60,000 درهم. لا واخا جاتك. لا فكرتي تلعب بيا راك عارف. لا انا عندي كلمة رجاء. انا كيعجبوني رجاء. ثاني كتكمي ياك تلقطع لدارو. شوف المدام سعد الله. لا صافي بارك بلاش نخلي.
ديال مراتو ما فيش تصور اللي قال لنا الكونسيرج ديال العمارة. قال لي بلي ما كانش تفاهم هو ومراته. تقرير الطب الشرعي كيأكد بلي ولده تشنق ومراته وبنته تغتصبوا. ما نظنش بأنه اغتصب بنته. اللهم إلا كان ماشي نورمال. حتى شي حاجة من قط نورمال في هذا الوقت. عبد الله كيف بقيتي؟ شوية الحمد لله. والله سيدي ما بقى أمان في هذه الدنيا. واحد قبل ما يخرج من داره خاصو يشاهد. ألو؟ أهلا سي عبد الله، لاباس؟ شوية، شكون معايا؟ صاحبي ديال البار. شنو بغيتي؟ دابا انت هو المعلم ياك، علاش قتلتي صاحبي؟ دابا شنو بغيتي؟ انت باغي تقتلني انا وطوي القضيه. انت هو المعلم، تنا من عائلتك ومن اللي قتله وانت بيس مع راسك. دابا جيني من الاخر قول لي اشنو بغيتي؟ دوبل. واخا صافي كون هاني. واخا Thank you.
يمكن يكون جاب لس حدايا في البار، لكن ما بقيتش عقل لاش كون هو، لاش كنا كنقوله ولاش صوركم. والله ما عرفت. دابا الناس عندها البورطابلات ديالها كتدور بها كتصور اي حاجه في اي وقت، ما صورنيش مع شي ناس اخرين. حيت ديك الليله بقيت عاقل، جلست مع بزاف ديال الناس. بصح يكون ما دار والو وما عندنا حتى دليل ضده. نعاودو نقلبو في الملف، ممكن تما شي حاجه ما رديناش ليها البال. عيني الشي اللي كنشوف ليه في عينيه فحال الا بغي نقولو شي حاجه. هذا غادي تجيبوه ليا فين ما كان. هاك هذا ما يمكنش نجيبوه، خصنا نمشيو لعندو. نمشيو لعندو كيفاش؟ سي عبد الله دكتور الله يرحمه، باش غادي نعرف؟ شنو كنلعبو هنا؟ عمر طويل، عمري ما شفت بحال هاد الحالة. وشنو وقع له بالضبط دكتورة؟ تضرب مصفنقو ولحيو من فوق لافاليز. ممكن يعيش؟ ممكن يعيش، ولكن تدن هادشي اللي كندير ماشي في الصالح ديالي. تدن شوية. والله ما خليت بك عبد الله.
Ugh.